إذا لا السمك المقلي، ثلاث أشياء رح نحتاج: سمك، طحين، وملح وفلفل. أوكي عادي هلأ خلص؟ تفضل. أوكي هلأ مجرد إنه غطيناها تغطية خفيفة ما بدها شيء. أوكي أوكي ونسقطها في الزيت. أوكي نرجع نذكر إنه هذا نفس الزيت اللي قلينا فيه البطاطا والبصل. أنا طبعاً عاملة كمية بس هذه هيك عشان نلحق الوقت على الهواء. وعادة خصوصاً لما نقلي سمك يعني كل ريحة البيت بتصير سمك، يعني إذا في ضيوف بدهم يجوا نحاول نعتذر اليوم نقلي سمك. صحيح هلا نحن لأنه قريبين من المقلى رح نشم ريحة سمك لأنه مباشرة فوق المقلى أكيد رح يطلع شوي، بس بالقاعة أو بكل البيت بأرجاء البيت مأمون شامم في ريحة سمك؟ هي بقول لك لا ليث ما في ريحة بالضبط. فإذا مباشرة نحن لأنه فوق المقلى قريبين كثير منه بنشم ريحة السمك. أوكي. طبيعي لأنه فيه زيست تبعته بس البيت ما بيعشق ريحته سمك. حلو حلو برضه هاي معلومة حلوة. هلا الفقفقة اللي عم نشوفها بالزيت هي المي اللي عم تغلي. أوكي. لأنه المي بتغلي على 100 أوكي. بس الزيت ما فيه غليان. هاي بالجبنة. أوكي. اللي هي رقائق بالجبنه، رقائق اللي هي عجينه الفيلو دو نحشيها يا اما جبنه يا اما جوز وسكر وقرفه. شايفين انتوا ايش عم بيصير؟ السمك مع الحلو اللي هو اصابع الجبنه. الله يستر نشوف شو راح يصير. خليني اخذ هذا بس عشان اشيل السمك. خلي هذا شوي هون. بحب اقول انه في مطبخنا بنحط البقدونسيه، البقدونس بشيل طعم القلي. ثانيا فيه الانزيمات اللي بتساعد على الهضم. عشان هيك لازم دائما ناكل سلطات مع البروتين لانه بيساعد على هضم البروتين. حلو 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 معلوماتك الصحيه. يعني انت بتحكي لي انا بالنهايه ما بيهمني يمكن التسويق بقدر ما بيهمني صحه الناس، انه كتوعيه شو عم بدخل بمطابخنا، العادات اللي عودنا عليها قد ايه ممكن نصححها. صحيح لانه همنا المواطن بالضبط، همنا الناس اللي مش قادره توصل المستشفيات. صح. واذا وصلت عم بتعاني من المعالجه المكلفه ماليا والمكلفه صحيا. صح. وبتعرفي مرات بنقعد نحكي انه شو الغلط، يعني عم ناكل الاكل الطبيعي، بس الاكل الطبيعي فيه اشياء اساسيه ممكن احنا نصححها. صحيح لكن في تلوث بالبيئه، في تلوث بالتصنيع. مزبوط.